بسم الله الرحمن الرحيم لغة فرنسية. ومع هذا الخبر على صفحة جريدة لوبوا الفرنسية، كما نلاحظ عندنا كورونا فيروس ليطالي كون 7375 كا و 366 مور. إذن ليطالي كون 7375 كا، إذن إيطاليا تعد 7375 حالة مصاب بفيروس كورونا و 366 مور. المقصود كونت 366 مور، ثم تعد 366 قتيل. ديمونش ليطالي دوفيان دوزيام باي لو بلي توشي باغ لو نوفو كورونا فيروس ابخي لا شين. نتكلم على الاحد البارحه، ليطالي دوفيان دوزيام باي، يعني ان ايطاليا اصبحت البلد الثاني. عندنا لو فيرب دوفينير، يعني عندنا فعل اصبح. اذا ديمونش ليطالي دوفيان لو دوزيام باي لو بلي توشي باغ لو نوفو كورونا فيروس ابخي لا شين. ايطاليا اصبحت البلد الثاني، لو دوزيام باي لو بلي توشي، الاكثر مساسا، المقصود الاكثر اصابه بهذا الفيروس، باغ لو نوفو كورونا فيروس ابخي لا شين. اذا هي البلد الثاني الاكثر اصابه باغ لو نوفو كورونا فيروس ابخي لا شين، بفيروس كورونا الجديد ابخي لا شين بعد الصين. باسون دوفون لا كوري دي سود، باسون عندنا لو فيرب باسي، كما نقول مرت امام من؟ مرت دوفون لا كوري دي سود، يعني انها مره امام كوريا الجنوبيه، مره امام كوريا الجنوبيه. بحال غنتكلم على واحد السباق. اذا هنا كمان ان الصين تحتل المرتبه الاولى في هذا السباق، طبعا سباق معكوس الحقيقه، من يحتل فيه المرتبه الاولى يكون سيء الحظ. اذا الصين احتلت المرتبه الاولى، ثم ان ايطاليا مرت امام كوريا الجنوبيه، يعني ان كوريا الجنوبيه كادت تكون هي الثانيه لولا ان ايطاليا مرت امامها، فاصبحت كوريا الجنوبيه كما نقول في المرتبه الثالثه. باسون دوفون لا كوري دي سود، اذا مرت امام كوريا الجنوبيه. ديمونش ان ريسون بيلون في اطار 133 نوفو ديسي ليه او كورونا فيروس اون ايطالي اون 24 اور. اذا يوم الاحد ان ريسون بيلون، حصيله جديده فائطه، يعني كما نقول فعلت حاله، وضعت حاله جديده. كيف هي الحاله؟ 233 نوفو ديسي، اذا هي وضعتنا امام واقع جديد كما نقول، او امام حاله او وضعيه جديده، طبعا تتمثل في 133 قاتل جديد لكورونا فيروس، يعني مرتبط بفيروس كورونا. طبعا هذه القتلة ليسوا مرتبطين مثلا بحوادث السير أو بحالات أخرى، بل هم مرتبطون بفيروس كورونا. اون ايطالي في إيطاليا اون 24 يعني في 24 ساعة الماضية. بورتون لو نومبر دو مور، يعني حاملين أو رافعين لو نومبر دو مور، عدد القتلى 366، المقصود 366 مور، يعني أن هذه الحاصلة الجديدة في مدة 24 ساعة الماضية أنها رفعت الحاصلة الإجمالية بإيطاليا إلى 366 قتيل. باغ أيور، إذا طبعا كلمة أيور تتعني أون نوتخ ليو، يعني في مكان آخر أو في موضع آخر. نقول مثلا ألون أيور دونز أن أوندغوا موان شير، يعني فلنذهب إلى مكان آخر، دونز أن أوندغوا موان شير، في مكان آخر أرخص. إذن ألون أيور دونز أن أوندغوا موان شير، أحيانا نقول دايور، نو زالون دايور مثلا بريزونتي أن بروجي دو لوا أ سو سوجي، كما نقول نحن بالدارجة المغربية، حنا بعدا غادي نقدمو مشروع قانون في هذا الموضوع، حنا بعدا غنقدمو مشروع قانون في هذا الموضوع. Nous allons d'ailleurs présenter un projet de loi à ce sujet. نحن من جهة أخرى سنقدم مشروع قانون في هذا الموضوع. أحيانا نقول par ailleurs كما عندنا هنا، طبعا تشبه تقريبا d'ailleurs، طبعا par ailleurs أنها تشبه تقريبا العبارة الأولى d'ailleurs. طبعا d'ailleurs ممكن أن تعني d'un autre lieu، يعني كما نقول من مكان آخر، pour une autre raison، لسبب آخر
لحكمة أخرى. إذا نقول d'ailleurs dans notre lieu pour une autre raison. إذا هذه d'ailleurs طبعا par ailleurs d'autre part. Par ailleurs ممكن أن تعني d'autre part يعني من جهة أخرى أو en outre. En outre المقصود بها زيادة على ذلك. En outre تعني زيادة على ذلك. زيادة على ما قلنا. إذا كما نلاحظ بأن العبارتين تقريبا لهما نفس المعنى. إذا par ailleurs 7375 كا ont été identifiés. إذا من جهة أخرى كما لو نقول أو زيادة على ذلك 7375 حالة ont été identifiés يعني أن 7375 حالة تم التعرف عليها. كما نقول هنا بأنها حددت ont été identifiés. إذا عندنا الفيرب identifier يعني أنك تحدد شيئا وتتعرف عليه. 7375 cas ont été identifiés. La région de Milan. إذا ناحية مدينة ميلان غاست لا بلي كونسيرني تبقى الأكثر التي يهمها الأمر. عندما أقول مثلا جو سوي كونسيرني يعني أنا يهمني الأمر. إذا لا ريجيون دو ميلان غاست لا بلي كونسيرني. إذا ناحية ميلان تبقى الأكثر من يتعلق بها الأمر أو الأكثر مخصوصة بهذا الأمر. إذا لا ريجيون دو ميلان غاست لا بلي كونسيرني. افيك 4000 189 إذن ب 4189 كا يعني حالة إيدو 167 ديسي. ناحية مدينة ميلان تبقى الأكثر مخصوصة أو معتبرة بهذا الذي يحدث بهذه الحالة افيك 4189 كا يعني حالة إيدو 167 ديسي وب 267 قتيلا. Le pays est devenu le deuxième foyer de contamination après la Chine. إذن البلد أصبح. البلد أصبح. عندنا le verbe devenir مرة أخرى. Le pays est devenu dimanche soir. البلد أصبح يوم الأحد مساء le deuxième foyer. كما نقول البيت الثاني. طبعا كلمة foyer تعني المنزل أو البيت. طبعا كلمة foyer في الأصل كما يدل اسمها أنها تعني ليو أون لونفي لو فو تعني المكان الذي نعمل فيه النار. إذا نتكلم على الموقد تنقولوا احنا بالدارجة الكانون ليو أون لونفي لو فو. إذا نتكلم على المكان الذي نعمل فيه النار الذي نوقد فيه النار. بمعنى آخر أصبح يعني المنزل مادام أن هذا الموقد هو يكون في المنزل. إذا مع الوقت أصبح يعني المنزل لو فويي بمعنى آخر يعني المنزل لكنه يعني أيضا مركز داء أو مركز النشاط سياج برانسيبال دون مالادي. كما نتكلم عن مقر رئيسي لمرض سياج برانسيبال دون مالادي أو بيا سنتر أكتيف أو بيا سنتر أكتيف. أو نتكلم عن مركز نشاط نقول مثلا فويي دو لا ريفولت تعني مركز التمرد. نتكلم عن المكان الذي يدار منه التمرد مثلا. بمعنى آخر نتكلم عن الخالية التي تعطي الأوامر للمتمردين. لو بيي إي دوفوني ديمونسوا لو دوزيام فويي دو كونتاميناسيون أبخي لا شين. إذن البلد أصبح يوم الأحد مساء المأوى الثاني للعدوى أبخي لا شين بعد الصين. دوفونسون أنسي لا كوري دو سود. دوفونسون أنسي لا كوري دو سود متقدما هكذا كوريا الجنوبية. أقول مثلا je suis debout devant la porte. Je suis debout devant la porte يعني أنا واقف أمام الباب. إذا عندنا devant. Devant تعني أمام. Je suis debout devant la porte يعني أنا واقف أمام الباب. Devant تعني أمام. إذا هنا devant كما نقول متقدمة أو أمام. Le pays est devenu dimanche soir le deuxième foyer de contamination après la Chine. إذن البلد أصبح يوم الأحد مساء le deuxième foyer كما لو نقول الموقد الثاني أو الملجأ الثاني أو مكان نشاط الثاني أو مكان مرض الثاني de contamination للعدوى après la Chine. devant ainsi يعني متقدما هكذا la Corée du Sud. متقدما هكذا la Corée du Sud متقدما كوريا الجنوبية. Il mesure son précédent en Europe
نتكلم عن إجراء دون سابق في أوروبا. المقصود بأن هذا يعتبر إجراء دون سابق ودون مثيلين في أوروبا. بلس دو 15 مليون دابيتون دي نور دو لإيطالي. إذا نتكلم عن أكثر من 15 مليون من السكان من شمال إيطاليا أونتي تي بلاسي أون كارونتين، يعني أنهم وضعوا أون كارونتين، وضعوا في الحجر الصحي. أونتي تي بلاسي أون كارونتين ديمونش pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Idem من أجل محاصرة فيروس كورونا. Idem qui se propage الذي ينتشر فيها أو فيه. هنا أنه ينتشر في إيطاليا. Le verbe propager المقصود به انتشر. Propager المقصود به أنك تنشر شيئا. La propagation يعني الانتشار. Pour endiguer l'épidémie de coronavirus qui se propage et qui touche plus de 100 000 personnes. إذا نتكلم عن كورونا فيروس، إذا فيروس كورونا كي سي بروباج الذي ينتشر فيها اي كي توش بليس دو 100000 بيرسون، والذي يمس اكثر من 100000 شخص دون لو موند اونتي في العالم كله. لاميريك لاتين ديبلورون سون بروميي مور، لاميريك لاتين ديبلورون سون بروميي مور. طبعا عندنا الفيرب ديبلوري، ديبلوري يعني انك ترتي او انك تاسف على. إذن هناك ما نقول بأن أمريكا اللاتينية تودع مفقودا، في نفس الوقت هي ترتيه وفي نفس الوقت هي تتأسف عليه. إذن لاميريك لاتين ديبلورون سون بروميي مور، أمريكا اللاتينية مودعة فاقدها الأول، طبعا المصاب بهذا الفيروس. لي زونتخي اي سورتي دون فاست زون دون لو نور دو ليطالي، لي زونتخي اي سورتي دون فاست زون دون لو نور دو ليطالي. نتكلم عن المداخل والمخارج، نتكلم عن الأماكن التي يدخل من الناس ويخرجون. دون فاست زون اللي منطقة شاسعة، لا زون يعني منطقة، ما فاست يعني أنها شاسعة. لي زونتخي اي سورتي دون فاست زون دون لو نور دو ليطالي، مداخل ومخارج منطقة شاسعة في شمال إيطاليا. ألون دو ميلون يعني انطلاقا من ميلون، انطلاقا من مدينة ميلون. كابيتال ايكونوميك دي بيي العاصمة الاقتصادية للبلد، أفينيس إلى مدينة فينيس هو ليو دي توريزم مونديال، إذن المكان العالي للسياحة العالمية، يعني أن مدينة فينيس الإيطالية أن مشهورة بالسياحة العالمية. أفينيس هو ليو دي توريزم مونديال سون ديزوني إتخواتمون ليميتي. نتكلم عن المداخل والمخارج بشمال إيطاليا والممتدة من ميلون إلى فينيس سون ديزورمي، يعني انه من الان فصاعدا اتخواتمو ليميتي. نتكلم عن شيء بانه اتخوا او اتخوات في حاله المؤنث، المقصود بانه ضيق. نقول مثلا كولوار اتخوا، نقصد به دهليز ضيق. كولوار اتخوا يعني دهليز ضيق او ممر ضيق. اذا هذه المناطق بشمال ايطاليا ممتده من ميلون الى فينيز انها من الان فصاعدا سون ديزورمي اتخواتمو ليميتي، يعني أنها حددت بشكل ضيق كما لو نقول، يعني أنها حددت بشكل ضيق. ليميتي كالكوشوز يعني أنك تحدها، أنك تجعلها محدودة. نقول مثلا إلا ديباسي سي ليميت يعني أنه هو تجاوز حدوده. إلا ديباسي سي ليميت يعني أنه هو تجاوز حدوده. سون ديزورمي إتخواتمون ليميتي يعني أنهم من الآن فصاعدا حددوا بشكل ضيق. المقصود أنه تم تضييق هذه الأماكن التي يتم من الخروج والدخول selon un décret publié sur le site du gouvernement. إذن حسب ما رسوم نشر على موقع الحكومة. Cette mesure draconienne، هذا الإجراء الدراكوني، المقصود هذا الإجراء الحازم والصارم. La mesure المقصود بالقياس، نتكلم عن لوفير mesurer، mesurer la tension artérielle غراس أو تنسيومتر، يعني أنك تقيس ضغط الدم من خلال جهاز قياس ضغط الدم. أرتيريال تجي من لاتير، لا تنسيوم أرتيريال كما لو نقول الضغط الوريدي. نتكلم عن الوريد الذي يأخذ الدم من القلب إلى الأعضاء، نتكلم عن لاتير يعني الوريد الذي يأخذ الدم من القلب إلى أعضاء الجسم، إذن يسمى لاتير. إذن عندنا هنا لا تنسيوم أرتيريال كما نقول الضغط الوريدي، ولكن المقصود به هنا ضغط الدم. طبعا ميزور المقصود بها قياس، لكن هنا تعني
تدبير. هذا التدبير الذي تأخذه هذه الدول لمواجهة انتشار هذا الفيروس، هذا التدبير كأنه قياس. إذن هي تأخذ مجموعة من المعطيات ومن الأوامر إلى آخره وكأنها قياسات حتى تحد من هذا الوباء. إذن ميزور المقصود بها في الأصل هو القياس، لكنها تعني مجازا التدبير. إذن سات ميزور دراكونيان بريز دون لو بيي دوروب لو بلي ديورمون توشي بار ليبيديمي بريز دون لو بيي دوروب المأخوذ في بلد أوروبا، المقصود المأخوذ في إيطاليا لو بلي ديورمون توشي. نتكلم عن هذا البلد نقول عنه لو بلي ديورمون توشي، كما نقول أكثر مساسا بشكل قوي. نقول عن شيء بأنه دير، المقصود أنه صلب. إذا نصف شيئا نقول عنه دير يعني أنه صلب. هنا عندنا ديورمون المقصود به بشكل صلب، المقصود بشكل قوي. إيطاليا هنا كما نقول بأن مست بهذا الفيروس الذي وجه لها كما نقول ضربة قاسية وصلبة. سات ميزور دراكونيان، هذه التدابير الدراكونية المقصود، هذه التدابير الصارمة التي أخذتها إيطاليا بخيز دون لو بيي دوروب المأخوذة في بلد أوروبا، المقصود المأخوذة في إيطاليا، بمعنى آخر أن إيطاليا التي أخذت هذه التدابير إذن مأخوذة في بلد أوروبا لو بلي ديغمون توشي، إذن مأخوذة في بلد أوروبي كما لو نقول الأكثر مساسا بشكل قوي. هناك ما لو نقول بأنها مست بشكل صلب، مست بالوباء، يعني أن الوباء هو الذي مسها بشكل قوي. سابارونت سال ميز ان بلاس دون لا بروفانس شينواز دي هوباي دو ليبيديمي اي بارتي ان ديسمبر، من حيث انطلق الوباء في ديسمبر. سابارونت سال ميز ان بلاس يعني أنه يشبه، نتكلم عن التدبير الذي أخذ في هذا البلد الأوروبي الأكثر مساسا بشكل قوي. سابارونت يعني أنه يشبه، نتكلم عن هذا التدبير الذي اتخذ في إيطاليا سابارونت سال يعني أنه يشبه للذي. سابارونت سال كما نقول هنا أنه يشبه التي، نتكلم عن لا ميزور سات ميزور. طبعا نقول إحنا التدبير، ولكن في اللغة الفرنسية هذه كلمة هي كلمة مؤنثة، لذلك نقول السال، هذه التدابير تشبه التي. سابارونت سال ميز ان بلاس. Cette mesure draconienne prise dans le pays d'Europe, le plus durement touché par l'épidémie, s'apparente à celle mise en place dans la province chinoise du Hubei, dont l'épidémie est partie en décembre. Et dans cette isra draconi, le maqsoud had isra at draconia, prise dans le pays d'Europe, al maqhouda fi balad Europa, le plus durement touché, al aktar masasan bishaklin qasi par l'épidémie. Bilwaba s'apparente à celle. يعني أنها تشبه للتي. سابارونت سيل ميز اون بلاس دون لا بروفانس شينواز دي هوباي. إذن هاد التدبير كما نقول هنا، هاد التدبيرة تشبه التي وضعت في الإقليم الصيني لهوباي دو ليبيديمي إي بارتي، من حيث انطلق الوباء، من حيث الوباء انطلق اون ديسمبر، من حيث انطلق الوباء في دو جانبير، المقصود في الشهر الأخير من السنة الماضية. 36 مليون دابيتون اون كارونتين، 56 مليون شخص اون كارونتين في الحجر الصحي. اذا طبعا هذا التدبير الذي اتخذته ايطاليا في شمالها يشبه للذي اتخذته الصين طبعا في مدينه هوباي، بحيث انها وضعت عددا كبيرا من الاشخاص تحت الحجر الصحي دون لا ريجيون دو لومباردي اي دون 14 بروفانس ايطاليان، اذا في منطقه لومباردي، ثم في 14 إقليما إيطاليا، توت لي مانيفيستاسيون كولتيغيل، كل التظاهرات الثقافية سبورتيف الرياضية أو روليجيوز أو دينية، سونت انتيرديت يعني أنها ممنوعة. لي ديسكوتيك، ثم المراقص، سينما، ثم دور السينما، تياتر، ثم دور المسرح، بيب، إيكول دو دونس، إي أوتر ليو سيميلار، دوفون إيكالمون فيرمي لوغ بورت، جوسكو 3 أفريل. لي ديسكوتيك ثم المراقص، سينما ودور سينما، تياتر ودور المسرح، بيب المقصود بها الخمارات، ايكول دو دونس مدارس الرقص، اي اوتر ليو سيميلير واماكن اخرى مشابهه، دوفون ايغالمون فيرمي لوغ بورت يعني يجب عليهم ايضا ان يغلقوا ابوابهم، جيسكو 3 افريل الى حدود 3 ابريل، سولون لو ديكري حسب المرسوم،
حسب المرسوم الذي نشرته الحكومة على موقعها. Autre mesure symbolique. ثم هناك إجراء آخر سيمبوليك كما نقول رمزي. Autre mesure symbolique. هناك تدبير آخر رمزي. Le pape François fera sa prière dominicale en vidéo. إذن البابا فرانسوا fera sa prière. يعني أنه سيقوم بصلاته دومينيكال. دومينيكال مقصود بها أن عنده علاقة بديمونش. لو ديمونش يعني الأحد. دومينيكال كما لو نقول أحادية. sa prière دومينيكال كما لو نقول صلاته الأحادية. يعني المتعلقة بيوم الأحد. أو فيديو. من خلال الفيديو. من خلال التلفاز. إي نو أون بيبليك. وليس في العموم. وليس في العموم. يعني أنه لن يحضر هاد الصلاة يوم الأحد. إي نو أون بيبليك. أأنديكي لو فاتيكون. أأنديكي لو فاتيكون. يعني صراحة الفاتيكان. La propagation accélérée du virus est jugée. قبل قليل تكلمنا على لو فيرب سو بروباجي يعني فعل انتشر. بروباجي مقصود بأنك تنشر شيئا. هنا تتكلم على هذا الشيء بأنه هو ينشر نفسه كما لو نقول. إذا نتكلم على لو فيرب سو بروباجي. إذا لا بروباجاسيون المقصود بها الانتشار اكسليري المتسارع. نصف هاد لا بروباجاسيون بأنها اكسليري. إذا هاد الانتشار هو متسارع. دو فيروس للفيروس اي جي جي اي جي جي المقصود به بانه حكم المقصود بان هناك اشخاص اخرين حكموا عليه يعني ان اشخاص اخرين حكموا عليه وصنفوه في درجه ما وصنفوه في درجه ما كيف صنفوه تري تري اوكيبونت يعني انه صنف جد مقلق تري اوكيبونت المقصود به مشغل لو فيرب بريوكيبي المقصود به انكيتي يعني انك تقلق او بيان اوكيبي فورتمون ليسبري يعني انه يشغل البال اوكيبي فورتمون ليسبري يعني انه يشغل بشكل قوي الذهن المقصود بانه يشغل البال اوكيبي المقصود به انه يحتل الحيز ومن الاوكيباسيون المقصود به الاحتلال لوكيباسيون المقصود به الاحتلال اذا هنا عندنا لو فيرب اوكيبي يعني أنه يحتل إذا بريوكيبي المقصود بها أنكيتي يعني أنك تقلق شخصا أو بيان أوكيبي فورتومون ليسبري يعني أنك تحتل بشكل قوي الدين المقصود بأنه يشغل الدين إذا نتكلم على لو فيرب بريوكيبي بريوكيبي المقصود به بأنه مشغل إذا نتكلم على هذا الانتشار لهذا الفيروس وصنف بأنه تري بريوكيبونت يعني أنه صنف بأنه جد مقلق من الذي صنفه؟ La propagation accélérée du virus est jugée très préoccupante. يعني أن صنفت كما نقول هنا عندنا حكمت المقصود بأن صنفت très préoccupante. يعني أنها جد مقلقة par l'Organisation mondiale de la santé. إذن هذا التصنيف كان من طرف المنظمة العالمية للصحة. Au total, 94 pays. في المجموع هناك 94 بلداً. Au total, 94 pays sont désormais touchés par le COVID-19. Au total, 94 pays sont désormais touchés par le COVID-19. Et dans le même temps, 94 dollars, on a aussi été par le COVID-19, qui a fait plus de 3500 morts à travers le globe. Elle a dit qu'il y a plus de 3500 قاتل à travers le globe. خلال كما لو نقول كرة أرضية. المقصود على مستوى الكرة الأرضية الذي خلف هذه الحاصلة كما لو نقول من خلال الكرة الأرضية أتخافر لغلوب كما لو نقول من خلال الكرة الأرضية المقصود على مستوى الكرة الأرضية Au total 94 pays sont désormais touchés par le COVID-19 طبعا le COVID-19 est la maladie infectieuse يعني هو المرض المعدي causé par le dernier coronavirus المسبب من طرف فيروس كورونا الأخير causé par le dernier coronavirus qui a été découvert الذي اكتشف إذن la COVID-19 est la maladie infectieuse إذن COVID-19 هي المرض المعدي causé par le dernier coronavirus الذي سببه كما لو نقول فيروس كورونا الأخير qui a été découvert الذي اكتشف ce nouveau virus هذا الفيروس الجديد est maladie وهذا المرض نتكلم على كوفيد 19 ce nouveau virus
cette maladie, هذا الفيروس الجديد وهذا المرض المقصود بلا كوفيد 19 était inconnu, يعني أنهم كانوا غير معروفين avant l'apparition, قبل ظهور de la flambée, أو en Chine. نتحدث هنا عن الضجة التي حدثت في وهان الصين بسبب ظهور هذا الفيروس en décembre 2019 في آخر شهر من 2019. طبعا هناك عدة مواضيع تتطرق للفيروس، مثلا كما نرى كورونا فيروس شينوا لبيديميك انكييت لو موند. إذا نتكلم عن فيروس كورونا الصيني لبيديمي، كما نقول الوباء كي انكييت لو موند الذي يقلق العالم. مثلا دي بون ايزاج دان ميشان فيروس، دي بون ايزاج دان ميشان فيروس. إذا نتكلم عن استعمال جيد لفيروس خبيث، نتحدث عن استعمال جيد لفيروس خبيث أو شرير. مثلا لا شين أ كومباتي سو فيروس أ أن بخي تخي زالفي، إذا الصين حاربت هذا الفيروس بثمن غالي. الصين حاربت هذا الفيروس بثمن غالي، المقصود بأن محاربة الصين لهذا الفيروس كلفها غاليا. مثلا كورونا فيروس فيغ أون غيسيسيون مونديال، كورونا فيروس فيغ أون غيسيسيون مونديال. إذن فيروس كورونا نحو ركود عالمي، يعني أن العالم يتجه نحو ركود اقتصادي. طبعا كلما انتشر الفيروس كلما قلت التبادلات وتنقل الأشخاص والسلع. طبعا ستقل تنقلات الأشخاص والسلع. ثم عندنا كورونا فيروس peur sur le Vatican، كورونا فيروس peur sur le Vatican. إذن فيروس كورونا خوف على الفاتيكان، المقصود بأن هناك خوف على مستوى الفاتيكان، المقصود أن هناك خوف على مستوى الفاتيكان طبعا وكل التجمعات التي يكون فيها أشخاص كثيرون. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.